أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل أبدا. المثل الأمريكي انطبق على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتعيينها أمس الخميس لجهيد زفزاف في منصب المناجر العام للمنتخب الوطني خلفا للمقال أمين العبدية. المتمرس جهيد زفزاف يعرف جيدا أروقة الفاف المؤدية إلى كل الاتجاهات وبالخصوص تلك المتوغلة في القارة السمراء بحكم تجربته التي امتدت لأكثر من 7 سنوات في العهدة الأخيرة للرئيس السابق محمد راوراوا حين كان مسؤولا عن التنظيم في بيت الخضرة. أروقة لطالما استوجبت كفاءات عارفة بالأمور التنظيمية والعلاقات المهنية عالية المستوى، الأمر الذي افتقده المنتخب الوطني في أدغال الكاميرون مؤخرا رفقة المناجر السابقة. تعيين زفزاف لقى استحسانا منقطع النظير من جميع الأطراف العارفة بشؤون وخبايا مبنى دال إبراهيم، فعند الحديث عن الظروف التنظيمية المحكمة التي سبقت المباراة التاريخية لمحاربي الصحراء في أم درمان أمام الفراعنة سنة 2009، فسنعيد الفضل لهذا الرجل. نفس الأمر بالنسبة لمونديال البرازيل، أين تنقل زفزاف إلى ريو دي جانيرو قبل قرابة الشهر من انطلاق العرس العالمي سنة 2014 بوقوفه على كل صغيرة وكبيرة من أجل راحة كتيبة وحيد ألي روزيتش وقتها، والكل يعرف كيف كانت النتيجة بعدها. خطوة ممتازة تحسب للفاف بتعيينها لهذه الكفاءة في هذا المنصب وفي هذا الوقت الصعب الذي يمر به المنتخب الوطني بعد الإقصاء من كان الكاميرون، بلد شاءت الأقدار أن يعود له أشبال جمال بالماضي شهر مارس المقبل برسم مباراة الذهاب من الدور الأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.